الله يرحمك، الله يرحمك ويرحم أمك وأختك. الله يرحمك ويرحم أمك ويرحم أختك. الله يغفر لك ويغفر لأمك ويغفر لأختك. العفو والعافية. ما لا شكرا على الزيارة. ما بيني وبين حضرتك شيء في هذه الدنيا إلا الكلمتين دي، الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك. بسر أسرار الفاتحة ولحضرة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اسمه واجب الزيارة. شكرا على الزيارة. لا تكلمني في أولادك، لا تكلمني في أي حاجة تانية، خلاص جيت زرتني أخذت واجب الزيارة. يعني الله يرحمك. أيوه يا سيد، أيوه يا سيد. سيدي محمد وأهل بيته، الإنس، سيدي محمد إنس، خلق من خلق الله إنس، وأهل بيته خلق من خلق الله إنس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الزمرة دي متاع الحياة الدنيا، الصلاة على النبي وأهل بيته الكرام. الإنس ناو أمة سيدي محمد إنس وجن وجماد ونبات وطيور، كل الثدييات حشرات أمة سيدي محمد من الإنس اللي هو بعثناك للعالمين. العالمين جمع عوالم، فبالتالي كل خلق الله بعد بعثة سيدي محمد من أمة سيدي محمد. ما بدي من الإنس من أمة سيدي محمد غير سلام قولا من رب الرحيم. أيوة شكرا على الزيارة، اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض شكرا على الزيارة. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا، سلام قولا، القول بالسلام، قولا معروفة، قول السلم، قول المحبة، قول ذكر الله، قول صلاة على سيدنا محمد. يعني that's القدرات هذا القلب على الاستمرار مع الإنس من أمة سيدي محمد. مد الذراع رايت. يبقى هذا مشهد حد خلق الله، حد أمة سيدي محمد، فاهم كيف؟
الإنس بقى اللي بيجوا المشهد بدون استئذان لما يزوروا كده من تحت لتحت، سلام قولا من رب الرحيم. لو شفتوا حاجة ما عجبتكم امشوا، على فكرة عادي جدا البني آدم اللي ما يعجبه حاجة يمشي. لو سمعتوا حاجة ما عجبتكم، لو جايين ضربين مشوار أمة سيدنا محمد، خلق من خلق الله، من الإنس اللي لسه فوق الأرض، يدخلوا مشهد ما هو مشهدهم، حكاكة كده، قومي اعملي كده، طب سوي كده، طب وي صلى على النبي. من مطرحك قاعدة نايمة بتاكلي رز مع الملائكة، ولا حاطة رجل على رجل، ولا اللي هو تقولي لي اعمل ايه في حياتي، في مشهدي، في رزقي؟ لا يعني ان شاء الله خلقتيني شي حضرتك سيدي محمد، مالك امر علي. وزيارتك كذا يعني الله الله الشافي الله الكافي الله المعافي يعني بدون استئذان، فبالتالي يعني انت وربك تصطفلوا، كان حسيت بيكي. وهرجك ده يا لطيف يا لطيف يا لطيف بتسجل عندك. بتسجل عندك وبتسجل عندي، والله الشاهد وسيدنا محمد شاهد. خلاص بحتشهد على نفسك في الكلام اللي انت بتقولي، وبعدين حكون شاهد عليكي في الكلام اللي انت قلتي، وسيدي محمد حيكون شاهد علينا احنا الاثنين في الكلام اللي انت قلتي. والله هو الشهيد بقى، هو هو ايوه. ما ينقال لك الا يعني استغفر الله، مثلا استغفر الله، دخلنا دخلة رجب اهو شهر الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما يتقال لك الا كده. استغفر الله الذي لا اله الا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وإليه أنيب. استغفر الله استغفر الله عدد خلقي ومداد كلماتي وزينة عرشي وحتى يرضى الله. استغفر الله. وما ينقال لك كده يعني، أي هرج أنت بتقولي عبارة عن أنه إن رد عليه استغفر الله. لو جاية تعملي ونسة حريم ولق لق 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 لق، ما حتلاقي عندي رد للهرج. It's not the drama. I'm not going anywhere where you going. لكم دينكم ولي الدين. فبالتالي داخلة مسجد ما هو مسجدك بدون استئذان، داخلة مشهد ما هو مشهدك، تجي تقولي لي ايش اسوي في المشهد ده، لا يجوز الا ان اقول له استغفر الله، اقول له حسبي الله، اقول له يا الله اعوذ بك من خلقك، خلق الله امة سيدي محمد كذا، اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة ومن شر ما خلق. لانه الانس اللي يدخل مشهد بدون استئذان متعدي، ادخل البيوت من ابوابها، استأذني الاول بعدين تنحنحي
ادخلي تقولي السلام عليكم مثلا، خلاص. ولا ما تبي تدخلي وتقعدي ساكتة، انا ما عندي مشاكل، يا اهلا وسهلا، البيت واسع. لكن تدخلي بدون استئذان، يعني مو 3D، لا جيتني الله اعلم كيف، طاقتك جيتني الله اعلم كيف من غير استئذان. وكمان دودو 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 دو في حاجة ما تخصك ولا تخصني ولا لا في الدنيا دي، لأنه اللي بيحدث الآن هذا المشهد ما في ولا كلمة من اللي انت بتقوليها. فذا اسمه ايش؟ قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ده يبقى انت كده الخمسة دول، اللي الخمسة الأشياء دي انت. فأعود، قل أعود بالأمر، أعوذ بالله من خلق الله.